لا يبرح الدار منذ ذاك اليوم المشؤوم، يوم تعطلت فيه قاطعة الخشب في ورشة النجارة حيث يعمل. اقترح المشغل على الشاب أن يستكمل العمل في ورشة صديقه، هناك ستلتهم الآلة أصابع بالحاج. داني واحد درب موتور سبيطار مولاي عبد الله، أجا هو جا سبيطار مولاي عبد الله داني السويسي، خلاني في السويسي تما تاجت تال 8:30 ديال الليل، عاد جات العائلة ديالي 12:30 وأنا مضروب تال 8:30 عاد درت العملية. لقيت الدري ملوح وحدو لداخل كاع حالته دميات ومجلسو فوق واحد الكرسي مخليه، عاد لحقنا وبقينا تنجريو عاد باش درنا ليه العملية في الليل، وما ديك الليلة ما غادارش له العملية كان غادي يموت. في لمحة البصر طارت أطراف الأصابع، توزعت اللحظات بين الذعر والاستغاثة. كخدم في ماكينة صافي وتضرب تضرب في يدك، أنا واحد الدري كان بعاد عليه شوية وتضرب صافي وبدا شي غوت صافي، أنا نشوف حما هكاك شي غوت وهادي وتقول يعتقني وهادي وصافي تخلعت أنا ونهز الديشو في موتور السبيطار. يعود بالحاج للورشة حيث ترك أصابعه لاليا كالجراح بل ليحكي. جاب الدري ديالو خدام معاه، أنا ما كنتش خارج عيطوا لي الدري، قال لي راه الدري ضرب يدو، هو خدام خصو يتبعو هو ماشي أنا، هذاك هو اللي خصو يتحمل المسؤولية ديال الدري هذا اللي خدام معاه شحال من عام. كامل قال لك ما خدامش معايا كاع هذاك السيد، وأنا خدام معاه من شحال هذي مني كنت صغير وأنا خدام معاه. لن تعود أنامل الشاب إلى سابق عهدها بعد أن كان سند الأسرة، بالحاج وغيره عديدون يعملون في ظروف غير سليمة بدون حماية ولا تأمين.